السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. طبعا راح نتكلم معاكم عن نسخه تجريبيه الثامنه للايو 13. كبدايه نشوف البيلد نمبر. طبعا لو بنفتح نشوف الاعدادات، لو نخش هذا البيلد نمبر القديم اللي هو النسخه التجريبيه السابعه كان 17A5565B مثل ما نشوفه. النسخه الجديده الحين نخش الاعدادات، نروح عام اباب، لو نشيك عليه هنا بنشوفه في النهايه. المهم انه في النهايه وصل A. إذا وصل أي يعتبر إنه خلاص قربنا للنسخة النهائية اللي بتنزل الكل. أنا باقي له تقريبا أسبوعين ينزل ويكون مؤتمر أبل وبينزلون الآيفون الجديد وبينزلون النسخة دي للكل. أما لو بنجرب على لحق المودم، المودم ما تغير، الفوموير نفس الفوموير، النسخة برضو ما فيها أي شيء جديد. طبعا في ناس إذا قلت ما فيها أي شيء جديد يكتبون لي في التعليقات أو أبل ما حطت شيء جديد. لا، النسخة التجريبية الثامنة للآي أو إس. إذا كنت بتعرفش اللي نزل في الآيو 13 فتبدأ من النسخة التجريبية الأولى. في سلسلة أنا مسويها الأولى والثانية لين الثامنة، تبدأ من الأولى وتشوف الميزات كلها اللي بتنزل عندك. فالنسخ اللي يعني مثلا الخامس والسادس والسابعة اللي ينزلونها أبل ما راح تحط فيها ميزات. ليش؟ لأن أريد حطته في النسخة الأولى. الحين أبل جالسة بس تعدل المشاكل، يعني في مشاكل مثل اللي يقول لك النسخة هذه عدلوا مشاكل في الإعدادات. لو تخش تروح للآي كلاود أو الستورج في نفس جهازك، هنا كانت اول ما يطلع لك هنا كم موجود عندك في النسخه، الحين عدلوها. هذا حل في المشاكل. برضو في الكلوك هنا تضغط عليه احط لك ستارت تايمر ولا شيء، دي عدلوها هنا، كانت في النسخه اللي قبل فيها خلل. فمثل ما تعرف ان ابل يعني النسخه التجريبيه الاولى والثانيه هذه اللي كانت فيها ميزات كثيره، خلاص في النهايه ابل جالسه اوريدي حطت ميزات، الحين بس تبي تثبت النظام، تعدل الخرابات عشان تنزل الكل. فتقريبا هذه كل الاشياء اللي فيها، ما في شيء جديد مثل ما قلت لكم. بما ان احنا اليوم احنا 21، فلو نحسب الاسبوع الجاي يمكن ينزلون نسخه برضو اللي بعده يمكن، وخلاص هنا خلاص مؤتمر ابل بيكون في 10، وبعدها يومين ثلاثة ايام خلاص ينزل للكل النسخه التجريبيه دي او نسخه الاي او اس 13 للكل. لو نشوف الجيك بنش، طبعا جربت انا وخلصت سويت الاشياء كلها، ما يحتاج اني اشوف. هنا نشوف النسخه السابعه، اخر واحده كان السنجل كور 4815، الحين 4773، ما في فرق يعتبر. اول في المالتي كور كان 11000 مثل ما نشوف، كان 11378، الحين 11203، نزل شوي بس ما في فرق برضو يعتبر. لو بنشوف لحق كرت رسومات مثلا، وبنقول من النسخة التجريبية الثامنة السابعة كانت 20000، الحين 19500، برضو يعتبر ما في فرق. تقريبا هذه كل شيء. ولا بسوي مثلا للانترنت، ليش؟ لان الفيرموير او المودم ما حدثوه، نفس المودم نفس مودم للاي او اس 13 النسخة التجريبية السابعة، فما في تغيير. بس انه يعتبر كويس برضو، يعني الحمد لله انه ما غيروا، لانه ما لاحظت اي مشاكل عندي. ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني. وقبل ما الاشخاص اللي يكتبون لي وين رابط النسخه هذه ما فيها رابط، تضغط عليها وتفتحها، تخش السلسله وتشوف اذا كنت بتحملها انت مسؤوليتك، او انتظر تنزل للكل تجيك. بعد ما تخلص قبل المؤتمر باسبوع او باسبوعين راح يجيك هنا وتقدر تحملها. اما حين لا تحملها وتقول لي وين رابط النسخه، لانه ما راح احطها تحت عشان تضغط عليها وتحملها بعدين يصير عندك خراب. فخلونا كذا وشوفوا انتم الميزات، واللي اول مره يشوف الفيديوهات يشوف النسخه التجريبيه يشوف الفيديوهات من البدايه السلسله كلها، يعني الحين وصلنا الثامنه، يشوف الاولى والثانيه والثالثه لين الثامنه علشان يكون ملم لحق الميزات كلها اللي نزلت ويكون مستعد لايو 13. فنعيد مره ثانيه في نهايه الفيديو لا تنسون اشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.